السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مع فيديو جديد عند سيهم فلوغ. هالو ايلي من شاء الله geht's euch gut. Heute mit einem neuen Video, wie ihr mitbekommen habt. Ich zeige euch heute, was ich so mitgebracht habe aus Marokko. غادي نوريلكم شنو خديت معايا من المغرب. ما خديتش بزاف د الحوايج، ولكن نحاول نوريلكم شويه د الحوايج. بسم الله، غادي نوريلكم هاد النواشات البنات. خديت هاد لهم، هادو كيف دايرين هكذا عجبوني. عندهم هكا لاستيكا، ممكن يديروها في نهار العيد ولا في العرس ولا هكذا كيديروها. دونك بس كان دي انفاق اوف دي هوخزيت انسين ولا العيد. خديت هاد الكياسة، هاد الكياسة بريميرا، يعني غادي نقول لكم كتحك مزيان الجسم. زعما هذه هي حرشه بزاف. الا تمشيو تخديو الكياسه، خديو هذه كدير 30 دورو، هذيك 1000 فرانك ونص، كيقول لك هكاك اورو 50 اللي كدير. هذه بريميرا، هذه زوينه بزاف، تاسدي بيست كياسه. Dann habe ich mache einfach mal weiter. Dann habe ich hier einmal ein Portemonnaie. Das fand ich richtig süß. شو وكيش غزالة هاد الصام خديتو ليها ماروكو، وهاد الجمل مهم هذا اللي خديتو عجبني بزاف، حتى هذا خديتو ب 30 دورو. مهم خديت هادي غادي نوريها لكم، هاد البروش، هاد البروش خديتها نتاع شانيل، كتعجبني خديت كتر، ولكن دابا كنحاول نوري لكم شويه د الحوايج، وها ماشي كلشي. المهم ديها باش مي متكبغاخ، تاس اس ان شانيل بروش، ها كيفاش دايره زوينه، كتعدل اللباس وملا كتلبسوا العبايه ولا اي حاجه، جاكيتا ولا هذيك ديروها تلصقوها معاها. داكور نوري لكم هادي. المهم خديت هاد النظاظر، هاد سانغلاسيس، ديز شون زون بريل، هادي خديتها عجبتني بزاف. هادي هي الاولى اللي شريت من المغرب نتاع ديون، عجبتني وجات معايا صراحه. مهم البنات خديت هادو الكادويات، هاد العبايات كيعجبونا بزاف بزاف حنايا بنات اوروبا، كنموتوا على هاد التقليدي مغربيين. هادو هي هما هادو كيوريو المغرب ديالنا، زعما صراحه هاد العبايات كيوريو المغرب ديالنا، كنموت عليهم. جبت للدراري الصغار، ها كيفاش دايرين، ها كيفاش دايرين هادو تاع الدراري الصغار، جبتهم كادو. ها ونتاع نسا، هادو نتاع نسا، وجبت واحدة في الكحل هكذا، وجبت لبناتي عاود واحدة بحال هكذا في بلو. وهم هادو البناتي ما نحلهمش بلا ما نحلهم، هادو البناتي. وخديت واحدة الكادو عاود الرجال، زويونين هادو كيفاش دايرين هكذا، كيجيو بحال هكا وكيتوسقوا شوية، عندهم الكتان ديالهم كي البرية. وهادشي اللي خديت، حتى انا خديت وحده الراسي، هذه الراسي انا خديت الروزا زوم، غادي نوري لكم شنو خديت عاد. خديت هاد الجلالب، هاد الجلالب صراحه فنين فنين فنين، خرجوا جداد في المغرب، اي وحده تلقايها في المغرب لابسه هاد الجلالب، وعجبوني. عندهم هنايا مطرزين هنايا كما كتشوفوا، والكتان ديالو زوين، يعني البرد هاد البرد هاد الوقت لبسوها في هاد الوقت، زعما كيجيو فنين غزالين. وعندهم جبوب، عندهم الجبوب مع الجناح، هادي ديال بلو مارو، بلو ماري يمكن كيقولها بلو ماري ما عرفت، معليش. المهم هادي هي هاد كولور، حتى هادي زوينه. نخديت هادو، كتاخذوها كيما يعني، هذه هي الفورما نتاع الدونات، سفنجه لا باشكيري، كنموتو حنايا على لا باشكيري هنايا شويه غالي هنايا عندنا. المهم خديت واحد جوج نتاع لا باشكيريات، كتعرفوا البنات جايين بالطياره ما نقدوش نهزو بزاف الحوايج، خدينا المهم اللي غادي ندوز واحد الايام شويه. المهم خديت هادو بالنسبه للسياق واللابسه ديالي، هذه لا روز وهذه اغوميل،
نتاع غوتا غوتا المهم هادو كيديروا 1000 فرانك يمكن 1000 فرانك يديروا في المغرب فنين غزالين هادو ضروري ضروري خصهم يمشيو معايا هادو ضروري لحقاش كيحتي واحد الريحه و الا كتدخلي للدار كتحسي بالنقاء فهمتي كتحسي بالدار راه نقيه فهمتي احسن من جابي العاد هادو كديري غير نقطه يعني نقطه شويه قليل وكدير الريحه في الدار كامله المهم هادو هما زوينين بزاف خديت عرفتي هاد الشيء غزال تونيك عزيز علينا بزاف تونيك والله العظيم تاكلي ما تشبعيش منه من تونيك هذا خديته لا خديت كعاد كثر غير اللي كنوريكم هنايا وها خديت تشيتوس هنايا في المانيا ما عندناش تشيتوس خديت تشيتوس ها هما على كل شكل اللي لقيتو تماك خديتو من هاي هما الزيطة وكاين عاد كاين عاد راه خبيتهم خديت الثومة خديتها وها زوينة خديت هاد الثومة شوية خديت نقاتهم لي عاد العجوزة ديالي عجوزتي نقاتهم لي هاد الجنبالة زوينة بزاف عاد ما طيباش غادي خصني نطيبها عاد المهم كيفاش قشراتو ليا ومداتو ليا هكا في الميكات غادي نخلي هكا ونديرو في الكونجيلاتور المهم خديت الزيتون هنا على كل شكل الزيتون الكحل والزيتون اللي شوية كشوية الفلفلة ها هو نوريها لكم ها هو الزيتون هكذاش داير المهم بلا ما نحكيلكم راكم عارفين الزيتون كيفاش كيكون زيت خديت هادشي خديت هاد العطرية المهم خديت ما خديتش بزاف لحقاش عندي عاد هنايا بزاف وخديت كلشي شوية هذا البنات خديتو معايا والله الا ديتو معايا جبتو معايا من المغرب هذه هي حنايا كنقولوا لها التريبة هذه زوينة بزاف راه فورتهم ليا لالا فورتهم ليا ودارتها ليا هكا في القدوحه وخديتها معايا دابا لحقاش غادي نخرج منها ونسخنها شويه وناكلوها زوينه بزاف 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 غزاله زعما كنموتو عليها حنايا المهم عجبتنا بزاف وخديت دارتها لي حتى هذا دارت ليا عجوزتي المسمن مسكينه ربي يخليها ليا زعما صراحه عذبت معايا وقالت لي ضروري خصك تهزيها معاك وغادي ندير لك المسمن قلبه وغادي تكملي عليها في المانيا فوق ما بغيتي تاكلي المسمن تاخديها وتسخنيها في المقله وتاكليها بحال اللي كتاكليها بالطري يعني بحال اللي يلاه كيفاش درتيها ومن هذا الشيء البنات اللي خديت من المغرب استناو نسيت عاد ها هو الحنه زوينه غزاله كما كتشوفوها هي كنت درتها بعدا ما كتبان لكمش مزيان ها هي ومن هذه الحنه زوينه كتقرم مزيان ومن كتخرج النتيجه ديالها زوينه بزاف وخديت واحد الحاجه غزاله بزاف غادي نوريها لكم هاد الشيء نتاع البخور باش نبخر شويه داري نوريها لكم هاد الشيء ديال الخليج خديتو راه كنت بارطاجيت معكم هذاك الحانوت اللي فيه خديتها شوفوا البنات شحال غزاله فنه المهم هنايا كديروا هاد الكولو هاد الكولو وحتى لي شويه نتاع البخوره غادي ديري غير قليل كتبخر الدار وفيها الديكور ديالها زوينه غزاله شوفوا غادي نوريها لكم نيشان شوفوا البنات شوفوا شحال زوينه عجبتني بزاف المهم هذه خديتها انا قلت ضروري خصني نخدمها هذه صافي البنات هذه عاد عندي هذه اللي خديتها حتى هذه كنت وريتها لكم في الفيديو قبل هذا هو واحد ليب جلوس نتاع 24 ساعه كيدير الكولور يعني هنا ما كيبانش هنا كيبان اخضر ولكن الا كديروه مع الوقت كيولي شويه كيحتي شويه الكولور زوين بزاف كيدير هذا 30 درهم كيدير هذا 30 درهم نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو المهم ما ديروش عليا راه عرفتوا العربيه ديالي ماشي حتى لتماك حنايا راه خلقنا في اوروبا ما خلقناش في المغرب
وكنسلكوا شويه المهم كان نعرفوا شويه نهضروا شويه العربيه شويه الشلحه وشويه المانيا. مهم نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. اللي ما دخلت معايا في الانستغرام دخلوا معايا في الانستغرام، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الانستغرام ديالي الحجابي. نفرح بزاف الى دخلتوا معايا وتبعوني وشجعوني ودعموني بزاف البنات. لي كومونتير اللي كيكونوا ماشي مزيان كاع ما كنشوفهمش الصراحه، ماشي شغلي خليهم يهضروا ولا ماشي شغلي، وما انا كندير الشغل ديالي والحمد لله. على كل حال نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو البنات، ما تنساوش ديروا اللايك وديروا الابوني وتبارطاجيو مع صحاباتكم والعائله ديالكم هذا القناه ديالي سيهان بلوك، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجديد ان شاء الله. السلام عليكم.